وينضم معنا هاتفيا مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى. سعادة اللواء أهلا وسهلا بك معنا في قناة الإخبارية بعد صدور هذه التوجيهات الكريمة بتمديد التمديد للمرة الرابعة للسنة الثانية لليمنيين من حامل هوية زائر. ما هي توجيهاتكم للإخوة اليمنيين الذين يرغبون في تجديد الهوية؟ حياكم الله وحيا الله جميع المشاهدين والمستمعين، ونقول تنفيذا لتوجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين في تقديم جميع التسهيلات للإخوة الأشقاء اليمنيين، فقد صدرت توجيهات سمو سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله بأن تستكمل جميع الإجراءات لتسهيل عملية تجديد تمديد أو تمديد هوية زائر بالنسبة للأخوة اليمنيين. طبعا باستطاعة كل منهم الآن أن يقوم بتسديد من هذه الليلة، من الآن يتم تسديد الرسوم التي هي 100 ريال لمدة 6 أشهر، ويبدأ تجديد التمديد أو إجراء عملية التمديد آليا بدءا من الساعة 10 من الصباح يوم الأحد بإذن الله، وحتى اليوم 23 اللي هو يوم الخميس، فيتم التمديد آليا، ويتم طلب الوثائق عن طريق البريد الوطني واصل، ونحث الجميع على سرعة إنهاء الإجراءات التسديد والمهلة هذه. فمن يواجه صعوبة في عملية التمديد الآلي سوف إن شاء الله عليه أن يستكمل إجراءات التسديد، تسديد الرسوم، ولكن إن شاء الله سوف يتم آليا التجديد من قبل مركز المعلومات الوطني في الأسبوع الذي يعني يلي هذا الأسبوع. ونؤكد على الجميع أننا وضعنا لخدمة أخواننا الأشقاء، وأن نقول عليهم أن يبادروا في عملية التجديد حتى لا يتعرضوا للمساءلة ويتعرضوا لبعض الصعوبات. نعم، طيب سعادة اللواء، الآن يعني التجديد سيتم آليا كما ذكرتم، ولكن البعض من الأخوة اليمنيين كان يتساءل عن سبب اختفاء أيقونة هوية زائر من نظام أبشر، هل كانت يعني بسبب انتظار التعليمات الرسمية في بهذا الشأن؟ هو صحيح يعني كانت هذا، والآن الحمد لله لهم سوف تظهر لهم، إذا ما ظهرت الآن سوف يكون إن شاء الله حتكون الساعة 10 بدءا من الساعة 10 أو قبل الساعة 10 من يوم الأحد، ولكن نقول المهلة كافية لهم بالنسبة. أما تسديد الآن، التسديد الجميع يعرف أنها جاء عن طريق فروع البنوك، هذا بإدخال طبعا رقم الهوية الزائر، وهذه إن شاء الله ميسرة من حتى من سبق أن سدد، لأنه بعضهم سدد يعني في الأسبوع الماضي أو خلال الأمس واليوم، ونقول لهم كل من سدد سوف يتمكن يوم الأحد إن شاء الله من تجديد الهوية. طيب سعادة اللواء، يعني اسمح لي نستثمر وجودك معنا اليوم، يعني أريد أن أسألك حول عمل المديرية العامة للجوازات على تفعيل الخدمات الذاتية في المطارات وتحسين إجراءات استقبال وتوديع أو دخول وتفويج المسافرين في المطارات الدولية، ما الذي وصلتم إليه حتى الآن في هذا المجال؟ أولا ليعرف الجميع الحمد لله أن القيادة الحكيمة حريصة كل الحرص على توفير جميع ما يسهل على المسافرين أو من يقدم إلى هذه المملكة بإجراءاتهم، والترحيب نعتبرهم ضيوف، فالترحيب في جميع المطارات الحمد لله جميع الإجراءات الأمن ميسرة. الآن الحمد لله نعمل على تطوير بيئة العمل في مطار الملك فهد في الدمام. الآن الكونترات يليها إن شاء الله عملية البوابات الإلكترونية، الآن عندنا موضوع البوابات الإلكترونية فيما بعد، ولكن إن شاء الله هذا تحت الدراسة، موضوع يكون عملية اتخاذ الإجراءات عن طريق الأجهزة الكفية، أجهزة الجوال والأيباد يكون طريقة، لكن سوف إن شاء الله يعلن عن هذه الطريقة، طريقة كيف تعمل إجراءات سفرك وتختصرها. أيضا يكون الآن في موضوع البصمة، ولله الحمد الآن اكتملت البصمة سواء في الدخول أو التحقق عند المغادرة، ونؤكد على الجميع من لم يعني يسجل خصائص الحيوية للبصمة فعليه المبادرة، لأن تسجيل الخصائص الحيوية سهل عليه إجراءات
لنفرض جدلا انه انسان فقد الجواز او فقد هويته وهو خارج، نستطيع التحقق من بصماته فيسهل عليه اجراءات الدخول والخروج. سعادة اللواء سليمان اليحيى مدير عام الجوازات، شكرا جزيلا لك.